السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يقول الله جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. تقدم في الآية التي قبلها قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. واتفقنا على أن من كان في هذه الدنيا أعمى وهذا هو المقصود فهو في الآخرة أشد عمى لأن له في الدنيا حواسا وله أدوات وكذلك يرى من دلائل التوحيد ودلائل الربوبية وآيات الله عز وجل في الكون فيرى من الآيات الكثير. فإذا كان أعمى البصيرة عن هذه الدلائل وهذه الحجج وهذه البينات فهو في الآخرة أعمى. والعمى هنا هو عمى حقيقي
أعمى الأبصار، كما قال جل وعلا: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأضل سبيلا، وأضل سبيلا مما كان عليه في الدنيا. وهذا يشمل كفار قريش وغيرهم ممن كان يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وممن كان يناوئه ويضطهد أصحابه. ولذلك الآية التالية مباشرة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ضمائر الغيبة هنا جميعها تعود إلى كفار قريش. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، كما قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فهؤلاء بسبب يعني قوة عددهم، وبسبب قوة عددهم وبسبب تفننهم في صد الناس، في صد المؤمنين عن دين الله عز وجل، أحيانا كادوا يؤثرون في النبي صلى الله عليه وسلم. كادوا، وفعل كاد هنا من أفعال المقاربة، بمعنى أنه بسبب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم أحيانا كان يميل إليهم، لكن الله جل وعلا كان يصرف عنه. ولذلك عتبه في مواطن من كتابه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. وكذلك لما قالوا له: اطرد هؤلاء، اطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فنزل قول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه كلها صور من إيه؟ صور من صور محاولة القوم، نعم، صد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يعني فتنته عن دينه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كل هذه الصور تبين لك معنى الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. والمقصود هنا من محاولات القوم هو الافتراء على الله عز وجل حتى يستوى الجميع معهم، نعم، لتفتري علينا غيره. وإذن التنوين هنا عوضا عن المحذوف، وإذن يعني إذا اتبعتهم في ذلك وافتريت علينا وإذا لاتخذوك خليلا، وإذا لاتخذوك خليلا. والخليل هو أعلى أنواع الصحبة، هو من تخللت مودته في القلب. وهذا يدلك على أن كلما تمسك وهذا لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم حسب أبدا، بل يخص النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فالكفار يحاولون ويجادلون وينافحون أن يصدوا الناس عن دين الله عز وجل، فمتى خرجوا عن الدين كانوا لهم أحباء وأخلاء، وقالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ نعم. فإذا لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. فمتى؟ كما قال جل وعلا: ودوا لو تدهن فيدهنون. تدهن يعني ما معناها؟ تدهن تلين في بعض مواقفك فيلينون لك. إذن هذه الآية هنا ترسم لك منهجا عظيما. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع ملتهم. هكذا ملل الكفر جميعها تنافح وتجادل عن صد الناس عن دين الله عز وجل. فمتى تبعهم الناس على ما هم عليه من الكفر صاروا لهم أحباء. وهذه الحروب الآن وهذا التهجير الآن الذي يحدث والتهجير ده سلاح قديم، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني إذا سلاح التهجير ده سلاح قديم، والآن في الشام وفي العراق وفي بورما وغيرها من بلدان من البلدان التي اضطهد فيها المسلمون كلها داخلة في هذه الآيات. وإذا لاتخذوك خليلا، لو تبعوهم على ما هم عليه اتخذوهم أخلاء وأحباء وأفاضوا عليهم من النعم ومن الأموال الشيء الكثير. ولذا يقول الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا حرف امتناع لوجود، امتناع ايه؟ امتناع الجواب لوجود الفعل. فالركون هنا ممتنع لوجود التثبيت، الركون هنا ممتنع لوجود التثبيت. فلولا في اللغة حرف امتناع، امتناع الوجوب يعني امتناع الجواب لوجوب الفعل، لوجوب فعل الشرط، فامتناع جواب الشرط. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله جل وعلا ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك المؤمنون، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذه الآية العظيمة تبين لك حاجة يعني المرء إلى تثبيت الله عز وجل. وإذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فما دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وإذا كان هذا في شأن الصحابة فثبتوا الذين آمنوا، نعم، فما دون الصحابة من باب أولى في حاجتهم إلى تثبيت الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني كدت أن تميل إلى بعض ما كانوا يعني يحاولونك عليه. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا بسبب حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله جل وعلا نهاه عن ذلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فنهاه عن ذلك وبين له أنه ليس لك من الأمر شيء. وقال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن الركون هنا ممتنع بسبب تثبيت الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا هنا التنوين أيضا هو عوض عن المحذوف، يعني إذا ركنت إليهم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والمقصود ضعف عذاب الحياة في الدنيا وضعف عذاب الممات في الآخرة. والضعف هو ضم الشيء إلى مثله، ومن إطلاقات القرآن إطلاق الضعف على العذاب، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن هنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، هذا من إطلاق الضعف على العذاب، وهذا هو المقصود هنا. إذن أن إذا ركنت إليهم، وهذا الوعيد طبعا يعني حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك، وهو كل هذا ممتنع، لكن كل هذا يريد الله عز وجل به تحذير هذه الأمة
من الركون إلى 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 الأمم الكافرة وطاعتهم في ترك الوحي المنزل من السماء. وهذا هو المعبر عنه بقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تحذيرات شديدة من الركون إلى الأمم الكافرة. فإذا كان هذا في شأن النبي عليه السلام فأمته من باب أولى. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الآخرة. لماذا؟ لأنه على حسب القربة وعلى حسب يعني الدرجة يكون الحسنات والسيئات، كما قال جل وعلا يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريم. فهذا يفسر لك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وحين تتبع هؤلاء ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد أحدا ينصرك ولا يعينك ولا يواليك. وهذه الآيات تفسر هذا الداء العضال الذي أصاب هذه الأمة الآن. لماذا هذا الضعف؟ ولماذا هذا الوهن؟ ولماذا صارت في ذيل الأمم؟ هو هذا، لأن الأمم الكافرة فتنتهم، أخرجتهم عن الوحي المنزل لهم من السماء، فتنكبوا شرعة الله عز وجل وأطاعوا الأمم الكافرة وولوهم من دون الله، وعاد بعضهم بعضا طاعة لهؤلاء الكفار. تجدوا أقواما من المسلمين يقاتلون إخوانهم من المسلمين مع الكفار. هو هذا الآيات هذه ترسم لك لماذا فقد المسلمون نصرة الله عز وجل لهم، بسبب أنهم هو هذه الآيات. الأمم الكافرة نافحتهم وجادلتهم وحاولت معهم بالرغبة والرهبة فتركوا الوحي المنزل من السماء وأطاعوهم فركنوا إليهم شيئا قليلا، وهذا هو العذاب الذي تراه الآن في الدنيا وسينتظر إن لم تدرك هذه الأمة رحمة الله عز وجل، سيكون السؤال عسيرا عند الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك مما تستفيد من الآيات حاجة المرء إلى تثبيت الله عز وجل، وأن القلوب تتقلب. ولولا أن ثبتناك ومن ثم كان كثيرا من ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف قلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وكثيرا ما كان يقول لا ومقلب القلوب. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. هذا أيضا الضمائر تتسق في هؤلاء المشركين الذين يجادلون النبي الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويضطهدون أصحابه. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ليستفزونك من الأرض يطلبون فزك، والفز بمعنى الاستخفاف. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني هم ساعون يعني هم يسعون جاهدين لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لو أخرجوك، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يبين الله جل وعلا حرص الكفار على أذية النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه. نعم، كما قال جل وعلا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن سنن الله جل وعلا أن الأمم الكافرة إذا أخرجت نبيها من بين أظهرها
أن الله جل وعلا يعاجلهم بالعقوبة. هذه من سنن الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. طبعا القول الصحيح في ذلك أن الضمة هنا تعود على كفار قريش، كانوا يجتهدون في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه. وكما اتفقنا أن سلاح التهجير ده سلاح قديما وحديثا يستخدم، لكن في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وإذن، وهذا هو الصحيح، وهذا هو القول الصحيح في تفسير الآية. وقيل أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الخروج إلى الشام، لأن الشام هي يعني مهبط الوحي، ويعني والأرض التي توالى عليها الأنبياء. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع استجاب لهم وخرج إلى تبوك، وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الآية هنا إيه؟ مكية، وتبوك كانت في السنة التاسعة. ما علاقة هذا بذاك؟ هذه أقوال ضعيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك لم يخرج على 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 رأي اليهود، وإنما خرج امتثالا لقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فخرج بناء على أمر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب، فلذلك خرج إلى تبوك. لكن في شأن النبي عليه السلام: وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. صحيح أنها ليست في ذلك، وإنما نزلت في كفار قريش، كما قال جل وعلا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. طيب، خرج النبي عليه السلام مهاجرا فلم يمكثوا بعده إلا عاما ونصف، حتى جمع الله عز وجل بينهم وبين نبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين في بدر، فقتل الله صناديد الكفر، قتل منهم 70 من صناديده ومن يعني العتاة ومن أكابر المجرمين، فتحقق فيهم وعد الله عز وجل. وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وهذه السنة مضطردة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الأنبياء. متى أخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عاجلهم الله عز وجل بالعقوبة. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أن هذه سنن لا تحابي أحدا، السنن لا تحابي أحدا، يعني متى تحققت تمت ولا تتغير. ولا تجد لسنتنا تحويلا، تحويلا يعني تتحول من حال إلى حال أو تغيير. وفي ظل هذه العداوة المفرطة ومحاولات المشركين المستميتة لصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الدين ومحاولات إخراجه، كان لابد من تعبئة معنوية. وهذه التعبئة المعنوية لا يوجد يعني مثل الصلاة، يعني تثبت العبد على الإيمان وتعينه. ولذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم، وكما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، وأوحينا إلى لما جمع فرعون وعبأ جنوده، نعم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. كان هناك تعبئة من نوع آخر، تعبئة إيمانية. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن هنا يعني أنت تدرك هنا مناسبة الآيات بعضها لبعض في ظل هذه المحاولات المستميتة للصد المشركين نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الدين ومحاولة إخراجه.
فلا بد من تعبئة معنوية حتى يثبت أمام هؤلاء أقم الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر، لأن بالصبر والصلاة تنال معية الله خاصة، معية التأييد والرعاية والهداية والتسديد والتوفيق. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طبعا أنتم تعلمون أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء ولا لا؟ فرضت، وفرضت خمس صلوات، وهذه أوقاتها والسنة جاءت مبينة مفصلة لهذا الإجمال. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس في قول جمهور المفسرين كابن عباس وابن مسعود وغيرهما من جماهير المفسرين، دلوك الشمس هو زوالها، لأن الإنسان يدلك عينه عند زوال الشمس بسبب شدة ضوئها، فلذلك زوال الشمس يسمى دلوك الشمس. فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها، وهذا هو وقت إيه؟ وقت الظهر. وقت الظهر يشمل العصر إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فشمل بذلك الخمس صلوات ولا لا؟ لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل، شمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. غسق الليل المقصود به ظلام الليل، المقصود بغسق الليل ظلام الليل، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقرآن الفجر هي صلاة الفجر، وسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لطول القراءة فيها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الفجر. نعم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بسورة البقرة، وعمر رضي الله عنه كان يقرأ بسورة يوسف كاملة في صلاة الفجر. لذلك قوله وقرآن الفجر، قرآن الفجر صلاة الفجر، يبقى شمل بذلك خمس صلوات ولا لا؟ خمس صلوات. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما ثبت ذلك في الصحيحين، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار لأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني هنا تعظيم لأمر صلاة الفجر أنها صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، التهجد الصلاة بعد النوم، وهذا هو معنى التهجد في كلام العرب، يعني الصلاة بعد الهجود، والهجود هو إيه؟ النوم. فالتهجد لا يكون إلا بعد النوم، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل، فكان إذا صلى العشاء حدث أهله، انصرف إلى 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 بيته، حدث أهله ساعة ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم يستيقظ صلوات ربي وسلامه عليه فيصلي ما شاء الله له أن يصلي في الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهنا اختلف العلماء يعني في هذا الأمر، فتهجد به نافلة لك، فعلى قولين. القول الأول أن هذه الآية دلت على أن قيام الليل كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وليس في حق الأمة، أن بعد فرض الصلوات الخمس لم يفرض غيره، قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالقول الأول في تفسير هذه الآية أن هذه الآية كانت أثبتت وجوب، وهذا هو أحد قولي أهل العلم وواحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، أن قيام الليل والتهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: ومن الليل فتهجد به نافلة لك،
ليس هذا القول الثاني أنه أن هذا ليس واجبا، وإنما هذا زيادة في تقرب النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. ومعنى الخصوصية هنا أن الله جل وعلا غفر لنبيه صلى الله عليه، أن الله تعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والصلاة صلاة النوافل يعني يكفر بها الذنوب، فلما غفر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر كانت صلاة التهجد نافلة له، زيادة له في التطوع، لأن النفل بمعنى الزيادة في اللغة. إذن هنا يعني قولان لأهل العلم، قول أول فتهجد به نافلة لك أن هذا على الوجوب، ويكون هذا الوجوب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والقول هذا هو أحد قولي أهل العلماء وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني أن هذا زيادة في التقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع والخصوصية على قول يعني ليس واجبا، ومعنى الخصوصية أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيكون هذا التهجد زيادة قرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره عندهم من الذنوب ما يحتاجون به إلى هذه النوافل حتى يكفرها الله تعالى عنهم. وعلاقة التهجد بالصلوات الخمس كما في هذه الآيات بيانته السنة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ولذلك جاء هنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى واجبة في القرآن، أي يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود أي الذي تحمده فيه الخلائق جميعا. وهذا في قول جماهير أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة، كما ثبتت بذلك الأحاديث في الصحيح وفي غير الصحيح أن الناس يأتون الأنبياء يوم القيامة واحدا بعد آخر يستشفعون بهم على رب يستشفعون بهم على ربهم تبارك وتعالى، وكلهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، وفي رواية أخرى يقول لست هناكم، وكلهم يذكر ذنبه. نعم، حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، نعم، فيسجد ما شاء الله له أن يسجد، ثم يقول يا محمد ارفع وقل يسمع واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فيحد الله عز وجل، فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، يعني لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ألفاظ من الحمد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها الله جل وعلا حتى يحد الله له حدا فيدخلهم الجنة من أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنا أول شافع وأول شفيع في الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو أول عليه الصلاة والسلام من أول من تنشق يعني عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع كما ثبت عند في صحيح مسلم. نعم، وهذه كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يسويها فيها غيره. إذا قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا هو مقام الشفاعة الذي تحمد فيه الخلائق جميعا، ومن ثم جعلت له الوسيلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبده، هي أعلى مكان في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو مقام الشفاعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.